السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم خاص للفنانين، يعني تأشيرات شينغن للفنانين. حسب انت تشوف في العنوان ديال الفيديو، تأشيرات شينغن للفنانين. هنا انت كفنان موسيقي، رسام، مصور، مخرج، كاتب، ممثل، كتزول شي مهنة عندها علاقة بالفن، من حقك انك تدفع واحد البطاقة مهنية للفنان. هاد البطاقة كتعطيها لك وزارة الثقافة، هادي حق دستوري من حقك انك تدفع به كمغربي او كاجنبي مقيم بالمغرب. من حقك انك تدفع البطاقة المهنية للفنان. ما عرفتيش اشنو كيخصك باش تدفع هاد البطاقة، غاتنزل الديسكريبشن غاتلقى واحد الرابط ديال فيديو كنشرح فيه كلشي بلي ديتاي، وفي واحد الرابط تحت الديسكريبشن ديال الفيديو الاخر غتلقى فيه جميع الوثائق اللي خاصك. هنا غادي نكملو على الناس اللي يشدو بطاقات الفنان. انت شديت البطاقة الفنان، اول حاجة غديرها غادي تمشي تبدل ديك لاكارت ناسيونال، حيت دايرين لك فيها عامل. هادي هي معظم الوظائف اللي كيعطيوك، اذا ما كنتيش كتقرا كيعطيوك عامل. غتمشي غتبدل ديك عامل وغادير فيها فنان، بحكم ان عندك بطاقة مهنية للفنان. غتمشي دير بطاقة مقاول ذاتي. بطاقة مقاول ذاتي كتخول لك انك تخلص الضرائب ديالك، تكون عندك واحد ليستاسيون، يكون عندك الكارشي، يكون عندك البون، يكون عندك شحال من حاجة. ما عرفتيش كيفاش تدفع، الاخطاء اللي ما غتوقعش فيهم فاش كتدفع البطاقة المقاولة هذه. غنخلي لك فيديو اخر في الديسكريبشن، توا كنشرح فيه الاخطاء اللي ما خاصكش توقع فيهم فاش كتدفع المقاولة هذه. كتدفع سيدي للنقابة، واخا ماشي ضرورية، انما ماشي مشكل انك طيب تزيد عندك. واهم حاجة هي التعددية المغربية للفنانين. التعددية هي ليميتير، هي كتقوم مكان لاسينيسيس. هنا غادي نجيو الوثائق اللي ديما كيطلبوهم السفارات والقنصليات ديال اوروبا. كيطلبوا لك الاستماره، باسبور يكون صالح لمده 6 شهور، 3 شهور على حسب كل دوله، الرواج البنكا ديال 3 شهور الاخيره، ريزيرفاسيون لوتيل، ريزيرفاسيون دافيون، جوج صور ولا سيرونس. عندك شي ميراج تما ولا شي هذا، كتزيد واحد لانفيتاسيون إذا صيفط عليك شي ميراج تما مزيانة، كدعمها بطاقة مقاول الذاتي، بطاقة الفنان، وبطاقة التعددية، وبطاقة النقابة. التعددية كتقوم مقام لاسينيسيس، يعني هاد الوثائق كاملين اللي جمعتهم كيكون عندك حظوظ كتر، حيت كتسمى نتا فنان، يعني كتخلص الضرائب ديالك منخرط في النقابة، منخرط في التعددية، يعني كتسمى فنان مهني 100%. هنا كيكون عندك حظوظ كتر. وحسب تجربتي الشخصية، واخا ديجا ما شديتش انا فيزا كنت دفعت ليها وترفضت ليا، انما ديك الساعة ما كنتش مستعد لا ماديا لا والو، ومازال عيطوا ليا قال لي ودي عاود زيد لنا شي اضافات شي حاجة اللي عندك. وديك الساعة مازال ما خرجت لي بطاقة مهنية للفنان. ان شاء الله نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم واستفدوا فيه، وإلى عجبكم دير جيم سبسكرايب ونشوفكم في فيديو جديد. تشاو.